السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف بحضرتك. إيمان سامي، معلمة رياضيات. بتدومي فين يا أستاذ أمان؟ مدرسة قطر الابتدائية المستقلة. أستاذ أمان، حضرتك حضرت معانا دورة القادة بالكاريزما مع البروفيسور كارت مورتنسن، إيه رأيك في الدورة؟ دورة كانت بتحمل معاني جديدة بأسلوب ممنهج أكتر، كشفت عن أمور ممكن كنا بنعملها بقبيل الصدفة لا إراديا، وعن أمور ممكن كنا غافلين عنها، ووضعت أسس وأساس نقدر إن إحنا نتبعه في التأثير على الآخرين والكاريزما. إيه رأيك في التعامل مع شركة ميديكس وقسم خدمة العملاء؟ أهم ما يميز القسم إنه هو فعلاً قسم داعم للعملاء، بيقدم المساعدة بكافة الأشكال، منهم أستاذ أنديل وأستاذ سيد، لأن هما بيقدروا إن هما يمنحوا النصايح اللي فعلاً بيشعر بيها العميل إنه هو على خطة ثابتة. شكراً وبالتوفيق إن شاء الله يا أستاذ عمان.